سداء عائشة القلاع، أهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. كاين شوية الحرارة. إيوا اللهم الحرارة ديال سيدة الجولة، الحرارة ولا الحرارة ديال تقارير فارغة. سيدة عائشة القلاع، أنت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. مؤخرا يعني صدر تقرير ديال هيومان رايتس ووش حول الوضعية ديال حرية التعبير في المغرب، تضمن عدد من المعطيات، البعض كيعتبرها مضللة، البعض كيعتبرها مزيفة. أنتم داخل الجمعية، يعني شنو هي أولى الملاحظات المسجلة حول هذا التقرير؟ شكرا اولا على اهتمامكم بالموضوع. انفاس دائما حاضره في قضايا الحقوقيه اللي كتهم المغاربه. بالنسبه للتقرير، الملاحظات الاولى اللي يمكن نقول، طبعا ما غاديش نسلكوا نفس المنهجيه اللي سلكوها محرري هذا التقرير، ديال التسرع وديال الانشاء وديال منهجيه غير علميه، ما فيهاش ارقام وما فيهاش معطيات حقيقيه، فيها كلام غير مثبت بدلائل ووقائع، يعني فيها احكام مسبقه كما جاء بالنسبه يعني تقارير اخرى سابقه على هذا التقرير هذا ديال هيومان رايتس ووتش. طبعا كنظن المنهجية العلمية تقتضي الاستماع لجميع الأطراف في أي موضوع، سواء كيهم حرية التعبير أو غيرها. اليوم نحن لسنا أمام ملفات حرية التعبير، هيومان رايتس ووتش بغت تعطيها هذا الغلاف هذا، لأن الخلفية اللي كتحكم هيومان رايتس ووتش هي خلفية سياسية، هذه منظمة مسخرة من طرف جهات من أجل أهداف سياسية، يعني هذه مسألة معروفة. فقط الملاحظة الأولية هو أن تقرير باش يتم التسرع في إصداره في يعني في هذه المناسبة ديال عيد العرش إلى غير ذلك، كنظن أن أحمد رضا بن شمسي أخطأ هذه المبادرة، لأن كنظن مساطر العفو في المناسبات الوطنية والدينية في المغرب عندها إجراءات، وهذه دولة وهذه مؤسسات وهذا دستور وهذا قانون، المغاربة كاملين متساوون في هذه الإجراءات، وبالتالي يعني الدفع بهذا التقرير في هذه المرحلة واختيار هذا الوقت من أجل الهدف، كنظن لأنه التقرير كيبدأ بالحديث على المتهم عمر راضي، كنظن يمكن كاين شي علاقة ديال صداقة معه، هي اللي خلاته كذلك جاء وكب بعض الجلسات ديال المحاكمات، يعني ما يعني حتى المعاينة ديال الملاحظ اللي خصها تكون باستمرار وتحضر جميع الجلسات باش يمكن لها تعاين واش فعلا كان بروسي ايكيتابل با، حيت ما يمكنش تجي فقط بحكم جاهز، والاحكام جاهزه كانت من اول الجلسات، يعني الله المستر بدات في التحقيق السري طبعا، ولكن ملي كانت العلنيه ديال الجلسات يعني كانت ديجا تقارير كتصدر بانه تعرض عمر راضي وكذا وتعرض الريسوني لكذا. ثانيا ملي كنطالعوا على مجموعه ديال المحاور اللي في التقرير، كنشوفوهم لما نستمعوا يعني في اقصاء كبير للضحايا أو تام قاطع الضحايا، الطرف اللي هو مشتكي، المحيطهم، دفاعهم، يعني النية حاضرة أصلا عند هيومان رايتس ووتش باش تسمعي الصوت ديالها، صوتها هو اللي كيكرروا دفاع الضحايا والمتهمين وعائلات المتهمين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعني هو نفس الصوت كيسمعوا الصدى ديال أصواتهم عندها، لأنهم هاد المنظمة اللي بغات تديرنا واحد التقرير وانتقت ملفات معينة، كانت منظمة حقوقية، راه عندنا ملف كبير في طنجة ديال ضحايا جاك بوتي، رجل أعمال فرنسي كبير متبعاه الصحافة الدولية في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي إسبانيا وفي فرنسا، لم يثير اهتمام هيومان رايتس ووتش. فيه نساء وشابات ضحايا اتجاه البشر واعتداءات جنسيه، كان المفروض انها تحضر باش تدافع على هادو، على الاقل دير هادو الملاحظات، يعني انه لاحظنا كنبقاو الظروف واحد العينه من
المتهمين او المدانين تبعنا لان اصبح في حاله ادانه اللي هما واحد 13 ل 14 ولا حتى ل 15. علاش دائما كيبقى هاد الناس هاد هما اللي هما المحور هما الحاله اللي كتبين الوضع ديال حريه التعبير في المغرب؟ هيومن رايت واتش ما عندهاش ملفات اخرى اللي يمكن تمشي تبحث فيها لانها غادي تجي الا خدينا، وهي تقر في التقرير ديالها بانه كاين واحد الحريه فيما يخص المهنه الصحافه بالنسبه للصحفيين في التقرير، وبالتالي كتعتبر بان المغرب استعمل وسائل اخرى قمعيه منها استعمال ضحايا ونساء باش يتم متابعه متهمين بجرائم حق عام كالاغتصاب او لهتك العرق الى غير ذلك. يعني الى تجاوزت هذه الملفات ماشي حتى 12 أربعة أو خمسة الملفات، ما عادش تلقى فين يمكن لها تنتقد مسار حقوقي ديال البلاد اللي خداته يعني وقطعات مع السياسة الممنهجة اللي كانت ديال الاعتقالات والاختطاف والتعذيب إلى غير ذلك، نعم معها المغرب ووصلنا لمرحلة هيئة الإنصاف والمصالحة اللي تصالحوا فيها المغاربة مع تاريخهم، تصالحوا مع ماضيهم اللي في جميع الأحوال هو جزء منا. هذا التاريخ اليوم ما كنظنش كاينه، ماشي كنظن متاكده، ما كاين سياسه ممنهجه ديال التعذيب في مخافر الشرطه او لا، يمكن تكون حالات معزوله بحال كاع العالم، ولكن هيومن رايت واتش ما لقاتش هذا الشيء، ما لقاتش سياسات ممنهجه لا ديال التعذيب ولا ديال الاعتقال ولا ديال الاختطاف، ولا كاين محاكمات علنيه كيحضروا لها هما كملاحظين وكيحضروا لها ملاحظين دوليين ووطنيين ومؤسسات وطنيه مستقله وكدير تقاريرها، ولكن كتبحثات لم تجد الا واحد المجموعه او لا واحد ثلاثه ولا اربعه الملفات اللي حاولت تعاود تغلفهم بغلاف القمع ديال الحريه التعبير والراي. فين الضحايا؟ هذا هو السؤال، يعني الصوت الاخر. نعم، المفروض ابجديه اي تقرير خصو يحترم هذا الميزان والاستماع. الانحياز التام مع الاسف، لاننا من بدايه الجلسات صدرت تقارير فيها هذا الحكم ديال هذا بروسي انيكيتابل ديجا، بمعنى راه ما تسناتش حتى لهذا التقرير اليوم باش تصدر، ديجا الفكره عندها او هذه القناعه او هذا الموقف السياسي السابق اللي كتحكمو خلفيه سياسيه راه ديجا من بدايه الجلسات، وبالتالي راه متهضرتش اليوم، فقط جمعات هاد التقارير اللي كانت عندها وحاولت تدخل بعض الملفات اخرى. وهبه خرشيش مناضله تعرضت لشي قمع ولا شي يعني مظهر من مظاهر القمع حرية التعبير. محمد زيان كان بيضوا له تاريخ، كان كي يدافع الحكومة في مواجهة المناضلين الحقيقيين اللي بنوا ركائز دولة الحق والقانون اليوم في المغرب، واللي المغرب انفتح على الاتفاقيات الدولية بفضل هاد الناس اللي ضحاو، واللي المغرب غادي في مسار معين. باش نبيضوا التاريخ نتكلموا على معطيم، ونجيب صحفي تقمع حريته يتابع من أجل تبييض الأموال، يجاوب على تبويض الاموال واش عنده هاد الافعال، يثبت العكس. النيابه العامه انتبهت، قضيه التحقيق انتبهت، تثبت العكس. انا ما كنقولكش قرينه البراءه من الاصل وهي مبدا لكل المواطن، هذه هي الاتفاقيه الدوليه وهذا الدستور المغربي وهذا القانون المغربي، ولكن باش نحاولوا نغطيو على الملفات اللي هي اصلا الهدف، وخاصه الهدف الملف الاول هو عمر راضي. كنظن هيومن رايت واتش اخطات في هذا، ما كانش التجربه عندها يعني تقديرها للصدى اللي غيخليها التقرير، وهي بعقليتها ديال انها كتضغط على لي زوتوريتي باش يطلقوا سراح ديال المتهمين او المعارضين كما كتسميهم، واختارت هذا التوقيت بالذات. كنقول منين وضعت امامها هاد الاعتبارات ما كانتش ناجحه، لان الشروط كلها مادام ان الرادي او الريسوني او 20 او غيرهم كيتحكموا وفقا للقانون المغربي
وفقا لشروط المحاكمه العادله المنصوص عليها في القانون المسطره الجنائي اللي تعدلات شحال من مره باش يلائم المغرب قوانينه مع الاتفاقيه الدوليه، بحضور ملاحظين وطنيين دوليين، بوجود التقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان وديال مؤسسات اخرى. يعني هذا الشيء كله كتجاهلو هيومن رايت ووتش وكتنحاز وكتعطي الصفه للوهيبه خرشيش بانها ضحيه، ولكن ضحايا ب 20 ضحايا. كنتكلموا على الخلفيه السياسيه، عطينا تفصيل اكثر. واش حنا امام لوبي الذي يريد يعني تلطيخ صوره المغرب حقوقيا ومثل هذا هو المدخل تلطيخه سياسيا واقتصاديا، ام ماذا؟ شنو اللي وقع؟ اليوم كاين من يزعجهم هذا التحول اللي كاين في المغرب، يعني بعد كاع ما سمي بالربيع العربي والمغرب، يعني ما الى باش فاش كنبغيو نحللوا شي وضعيه كنقارنوها بالمحيط ومسار تاريخي، يعني هذا التحليل العلمي للاشياء. المغرب في محيطه كنظن ماشي هو الجزائر، ماشي هو تونس، وماشي هو ليبيا، وماشي هو مصر. يعني باين الاختلاف كبير في المسار في تعاطي المغرب مع التحول اللي كيعرفوا المجتمع وكيفاش المغرب كيتقدم. كاين مشاكل، حنا ما كنقولوش الامور كلها مزيانه، كاين مشاكل كثيره، ولكن كاين اراده ديال التغيير واللي بدات منذ سنوات، منذ اواسط التسعينات. يعني كاين هذه الاراده السياسيه الحقيقيه ديال الدوله في التغيير. كتجي يعني بعض الاحيان بعض المد والجزر في بعض المراحل على حساب الوضعيات السياسيه، على حساب الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه. حنا عشنا كوفيد وكيفاش تعاملت الدوله، كاين هناك اللي قال لك لا حنا رجعنا ولكن كانت وضعيه اللي كتفرض، والا كنا غنكونوا امام كارثه صحيه خطيره اللي غتاثر على يعني هذا مسار اللي كما قلت فيه اراده سياسيه، فيه مجتمع مدني حقيقي في المغرب اللي ناضل من اجل تغيير ترسانه قانونيه، في اراده ديال فتح المجال امام الشباب في مجال المقاولات، في مجال الاقتصادي، في مجال الاجتماعي. يعني كاين تحول في البلاد في واحد الوضع اللي مستقر. حنا ما كنقولوش المغرب يعني عنده واحد الاستقرار يمكن نضمنو، يمكن تجي مشاكل، يمكن تجي احداث، ولكن دائما يعالج المشاكل ديالو. التاريخ ديال المغرب يختلف عن المحيط. حنا ما لحسن حظنا ما نجحاتش الانقلابات العسكريه في وقتها ديال السبعينات الى غير ذلك، ولكن وكان ممكن يكون الوضع اخر. ولكن هذه دوله اللي عندها مرتكزات وعندها تاريخ وعندها وبنات مؤسسات وغادا كتبني، وغادي كلنا كل واحد من جانبه خصو يساهم. الخلفيه السياسيه اللي كتحكم هيومن رايت ووتش هو ان هذا المسار كله كيزعج البعض، لان طبعا اليوم المغرب في علاقتي بأمريكا، في علاقتي بإسبانيا، في علاقتي بإسرائيل، في علاقتي بإفريقيا وامتداد ديالو الجنوب جنوب، هذا يزعج طبعا. إلا تبعنا شوية الأخبار مثلا عند الجزائر ولا بعض الجهات أخرى، كيبان بأن هذه مسائل اللي كتزعج بعض الأطراف وبعض الجهات وبعض الدول. بالتالي هيومن رايت ووتش ماشي فقط لانها منظمه حقوقيه بين قوسين بغات تعد واحد التقرير يعني بشكل موضوعي وحيادي، لا، هيومن رايت ووتش بهاد الامكانيات اللي عندها، بهاد المانحين اللي كيوفروا لها هاد الامكانيات الماديه واللوجستيكيه، بهاد الخبراء، بهاد هادشي من يوفر هذه منظمه غير حكوميه، من يوفر لها كل هاد الامور. كنظن هذا سؤال. هذا جولدنشتاين لو ديريكتور ادجوان ديال هيومن رايت ووتش الشمال افريقيا، راه تقريبا 30 سنه هو في هذا البوست، ومن مبادئ الديمقراطيه هو التناوب. التناوب ايوا جاوب غير واش كاين شي شويه ديال الديمقراطيه داخل هذا المنظمه اصلا باش يمكن باش تعلمنا حنايا الديمقراطيه في بلادنا في مؤسستنا. كنظن هذه منظمه كما منظمات اخرى
كيتم استغلالها باش تمرر هذه المواقف السياسيه باش تجيش تشوش عليك انت المغرب، لانك غادي في واحد المسار وحققتي انجازات وعندك مشاكلك وكتعالجها، ولكن راك غادي كتقدم. كيشوش هذا الشيء وكيتم استغلال بحال هاد الناس هادو باش كسؤال اخير السيده عائشه لا يعني انتم داخل الجمعيه ديال المغرب الحقوق الضحايا، طبعا الحال عندكم شراكات وعندكم علاقات، واخر حاجه صدرتوا بلاغ ومقبلين على الندوه الصحفيه، يعني شنو هو الرد ديالكم على هذا التقرير ده من خلال علاقتكم الخارجيه؟ واش كاين مراسله مثلا هذه المنظمه هذه من اجل التوصل بالتوضيح ولا رد؟ حنا انا هضرت معك اليوم بشكل عام لان كاين مجموعه ديال التفاصيل غتكون خلال الندوه، لا فيما يخص هذه الملفات اللي معروضه ولا فيما يخص القرارات التي تم اتخاذها بما فيها مراسلات مجموعه بما فيهم هيومن رايت واتش، مراسلات هاد الناس كلهم فيما يخص هذا التقرير، لانه تقرير كما قلت ما فيش منهجيه علميه، لا يحترم اليات البحث والتحري، بالتالي كان المفروض على الاقل من نقولوا بروسي انيكيتابل نعطيو الدلائل، لانه اللي كان كيأخر الجلسات وبالتالي فتره الاعتقال الاحتياطي كطول راه هو اللي كان مضرب عن الطعام وما كيوجيش للمحكمة ومضرب عن الطعام بين قوسين، والدفاع ديالو اللي انسحب ورجع وانسحب ورجع، يعني شكون المسؤول على هذا التمطيط ديال هذه الجلسات؟ ولا مرة في ملف مثلا ديال عمر راضي الطرف المدني طلب تأخير، ولا مرة المحكمة أخرت تلقائيا دائما بطلب من المتهم أو دفاع المتهم، وبالتالي اللي غادي يعطي احكام ديال ان بوسيني كيتابل خصو يعطينا الدلائل شنو هي، ماشي يدير لنا تقرير في مجموعه المغالطات بتعابير انشائيه ما فيهاش دلائل وما فيهاش وقائع وما فيهاش ارقام وما فيهاش عدد جلسات وعدد محامين وجلسه علنيه، يعني هذه هي معايير المحاكمه العادله كنظن كانت متوفره لهاد المتهمين، و أؤكد على أنهم ارتكبوا جرائم حق عام اللي كان المفروض أنهم يدافعوا على نفسهم ويثبتوا العكس أمام المحكمة، وبالتالي كاين مجموعة ديال الإجراءات اللي غديرها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مادام أن مجموعة ديال الملفات الجمعية اللي متبنيها بطلب من الضحايا كتبع معهم، وغادي تشوف شنو الإجراءات اللي غتاخذ لا بالنسبة للضحايا اللي تم تهميشهم وإقصائهم في هذا التقرير، بل تم تشهير بهم وتم اعتبار ان استعمالهم كان من اجل الاطاحه بهاد المتهمين، هذا فيه مس بهم وكيزيد يكرس عندهم المعاناه النفسيه، لو كانوا جمعيه حقوقيه كانوا يتصرفوا بمنطق حقوقي مع ضحايا اعتداءات جنسيه، ماشي يتم يعني يمارسوا عليهم عنف مضاعف عاوتاني من بعد ما تعرضوا له من تشهير ومن سب ومن قذف خلال المحاكمات ومن بعد المحاكمات، وبالتالي مجموعه ديال الاجراءات غادي تاخذها الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا فيما يخص هذه الملفات اللي كتعنيها، جوابا على هذا التقرير الذي قلت وساظل اقول لا من حيث مبناه ولا من حيث معناه، لا ليس تقريرا حقوقيا لمنظمه تعتبر نفسها انها من المنظمات الكبرى في مجال حقوق الانسان. سداء شقيله انت رئيسه الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيمونيرو.